هنعمل السمبوسه اللي بتتعجن في البيت او عجينه السمبوسه في البيت. حوالي 3 اكواب دقيق، بحتاج حوالي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهحتاج تقريبا مقدار 3 معالق كبار من الزيت. وطبعا عشان العجينه يبقى ليها طعم لازم اديها رشه ملح. ونبتدي نزود الميه بالتدريج واحنا بنلم العجينه. كده هي مدعوكه كويس وجاهزه انها تستقبل الحشوات. بس عجينه السمبوسه يستحسن جامد انك تريحيها، واحنا عاملين واحده مريحينها قبل كده. وعندي حشوه البطاطس والجبنه، هاخد شويه زيت. بطاطس عاديه بنسلقها بالطريقه العاديه وبنهرسها زي البطاطس البوريه. وعندي جبنه مكعبات، هنحتاج دلوقتي نحط شويه جوز الطيب، ما تكتروش الملح عشان خاطر الجبنه اوريدي متملحه. وعندي فلفل اسود، اهرس كل المكونات دي مع بعض. دلوقتي اهو العجينه بنقطعها دواير كده شبه بعض، وهناخد كده شويه من الحشوه ونبتدي نشتغل بالشكل ده. هندهن زي ما قلنا بشويه ميه، وهنبتدي نحمر السمبوسه. عندي هنا زيت انا مسخناه، يعني ما تحمروش السمبوسه كتير قوي، خلوها تاخد اللون الذهبي بس.